السلام عليكم زمان عالم الفقاسات وتحية طيبة لكم جميعا. هذه فقاسة برنس البريطانية من سعة 580 بيضة، أكبر فقاسة تنتج شركة برنس. طبعا هذه الفقاسة كانت بها مشكلة، كهرباء عالية جدا سلطت على هذه الفقاسة، تلف بها الكنترول حساس المراوح. الزبون أودع ثقته في أحد المصنعين، وإجا هذا المصنع لغى الكنترول، شد لها كنترول صيني وحساس صيني وتايمر تقليب ومراوح واطئة الجودة، وثقبها وسلكها بطريقة غير صحيحة، وخلى الزبون يعاني ويفشل في تحقيق نسبة تفقيس مناسبة. رجعنا الزبون إلى عالم الفقاسات، تم تبديل الكنترول، تم تبديل المراوح الأصلية، تم تبديل الحساس، إلغاء كل الأجهزة الغير علمية اللي شدها المصنع، وأرجعها إن شاء الله إلى حالة المصنع. حاليا هذه الفقاسة تحت طور المعايرة، وبعد ما انتهت المعايرة شوف الحرارة تقرأ 37.6 إلى 37.7، الرطوبة 38%. شوف الحرارة بالزئبق إيش قد تقرأ عندنا، 37.7. شوف الحرارة بمقياس برنسي 37.6. شوف الحرارة هنا بالسنسيريون 37.7 ورطوبة 38%. إن شاء الله بعد يعني ساعتين ثلاثة من المعايرة ترجع هذه الفقاسة إلى حالة المصنع. يا شباب هذه الفقاسات رهيبة وعلمية بالكامل، أجزاءها متوفرة إن شاء الله في عالم فقاسات، لا تخلون أي شخص يعبث بيها. هذه الفقاسة طويلة الارتفاع، حجمها كبير، ما تقدر تشد لها أي كنترول أو أي مروحة أو تخلي شخص غير علمي يتفتر بها. أرجعنا إلى عالم الفقاسات، إن شاء الله تلقي كل المواد الاحتياطية متوفرة، الصيانة والدعم الفني والمعايرة أيضا بأحدث الأجهزة وبطريقة علمية بتدريب من الشركة الأم. تحياتنا للجميع ونشوفكم بألف خير.